بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير لعام 2023 للميلاد، حيث نقل لكم وقائع هذا السباق المقام اليوم على أرضية ميدان الفليج، السباق الذي يقيم وينظم شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية بالتعاون الفني مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن. هذا السباق يعتبر سباق تأهيلي، آخر سباق تأهيلي في هذا الموسم استعدادا للمشاركة بالختاميات. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول الرئيسي المخصص للحجائج البكار، المسافة المقررة لهذا السن بهذا اليوم هنا 3 كيلومترات. نذهب مباشرة للصدارة لنتعرف على تفاصيل أول أشواط الحجائج البكار. سيوف لمؤسسة هجن البشاير موسى بن علي اليحافي من يقدم سيوف في المركز الأول، بينما المركز الثاني اليمامة حمد بن مسلم بن سالم اليحافي يقدم اليمامة على المركز الثاني، الحاكمة في المركز الثالث بشعار الهجانة السلطانية مع سيف بن عبد الله الحبسي، بينما المركز الرابع مظهورة التي تتواجد في المركز الرابع لطالب بن علي بن سالم المحاربي، بينما المركز الخامس اللي وصلت في المركز الخامس حفلة سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي، بينما المركز السادس الوجود يأتي في هذه اللحظة من حامل رقم 27 هذه سمحة مبارك بن حمد بن علي اليديلي يقدم سمحة في المركز السادس، بينما المركز السابع العبور لحمير بن ناصر الحراسي، المركز الثامن الوصول من هملولة محمود بن علي بن عامر الجابري في ثامن المراكز، بينما المركز التاسع شواهين إشهاب بن حمد بن علي اليحافي، والمركز العاشر ونختتم بها ندانا الأول في هذا المسار زعفران سلطان بن حمود بن علي اليحافي. يا سلام يا هذه الأسماء، انتصفت المسافة 1500 هي المسافة المتبقية، مظهورة من غيرت مجريات الأمور، مظهورة من تقدمت هذه الأسماء يقدمها بهذا الأداء طالب بن علي بن سالم المحاربي، بينما حفلة في المركز الثاني لسعيد بن محمد الحارثي يقدم حفلة تتقدم بدورها لمنافسة مظهورة على موقع البداية لتشكيل ثنائي جميل على مقدمة الصدارة. المركز الثالث سيوف في المركز الثالث للهجلي أيضا لهجر البشاير مع موسى بن علي اليحافي يقدم سيوف، زعفران سلطان بن حمود اليحافي في المركز الرابع، والأسماء الخطيرة قادمة. دخلنا بأجواء الكيلو المتر الأخير، الكيلو الأقوى بهذا المسار، الكيلو الأقوى بهذه التحديات. بدأنا بتقليص هذه الأمتار إلى الوصول إلى نهاية هذا المسار. مظهورة طالب بن علي بن سالم المحاربي ما زال يقدم مظهورة بهذا الاندفاع، وصلت زعفرانة المستوى الثاني يقدمها سلطان بن حمود اليحافي، والمركز الثالث الوصول الآخر شوف الاسم القادم، وصلت أيضا شواهين إبراهيم بن عبد الله بن سعيد الدرعي، والأمتار الأخيرة والوصول الآخر وصلت هناك أيضا شعار منصور الغفيلي، لكن مظهورة طالب بن علي بن سالم المحاربي ما زالت صامدة على موقع البداية. بدأنا بالاقتراب من خط النهاية، زعفرانة ما زالت عصاتها في بطانها، سلطان بن حمود اليحافي والوصول من إبراهيم بن عبد الله بن سعيد الدرعي في المركز الثالث، لكن مظهورة هي الأقرب من البطاقة التأهيلية. زعفرانة سلطان بن حمود بن علي اليحافي بالأمتار الأخيرة، ما بين زعفرانة الأمتار الأخيرة زعفرانة سلطان بن حمود بن علي اليحافي. من يكسب أول الأشواط، أول البطائق التأهيلية بآخر سباق تأهيلي بأول أشواط الحجائج، يذهب بقبضة محمود. سلطان بن حمود بن علي اليحافي يكسب هذه البطاقة عن طريق زعفرانة، هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية والانتصار مع زعفرانة. المركز الثاني مظهورة طالب بن علي بن سالم المحاربي، المركز الثالث إبراهيم بن عبد الله بن سعيد الدرعي، المركز الرابع إبراهيم بن سعيد الحجري. بقية الأسماء أحيلها إلى خط النهاية. تهانينا.
والناموس لسلطان بن حمود بن علي اليحافي بمناسبة فوز وانتصار زعفرانة بالمركز الأول بالشوط الأول الرئيسي للحجايج البكار.